بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم سالمين. اليوم هو بدايه الشهر المريم، شهر ايار، شهر الخير، شهر الورد، شهر الطبيعه، شهر الخليقه الجديده. زي ما قلنا رح نعمل كل يوم سر فضيله اللي هو الثمره ورمز للعذراء عليها السلام. اليوم الجمعة اللي هو بيكون أسرار الحزن، وأول سر هو اللي يسوع في الجسمانية أعماله بيصلي. قوية كثير إنه نبدأ هالأسرار وهالشهر بالصلاة تبعت يسوع هاي. كثير قوية. والفضيلة هي المدامة، الثمرة هي المدامة. السر هذا بيخلينا نعرف نتأكد مش مجرد اني انا اعترف واقول انه فعلا ندم، لا. اليوم مع العذراء بدنا نفوت بالعمق اكثر بالندامه علشان نعرف انه التوبه هي طريقه وليست مره واحده. طريق دائما متواصل. نقدم فيه دائما ندامه ونقدم فيه دائما حب لربنا، واحنا ما بدنا نخفي أكثر وأكثر بحق. والرمز اللي بناخذه اليوم للعذراء هي الحمامة الحسنة. الحمامة الحسنة هي الحمامة اللي حملت غصن الزيتون لنوح، للنبي نوح، لما كان في السفينة وبشرته بأنه الطوفان خلص وأنه الشمس طلعت والأرض مشت. خلينا بهالشهر المريمي مع الحمامة الحسنة نستنى بشرى منها لتقولنا انه هالمرض خلص، هالغضب خلص. خلينا نطلب منها انه تساعدنا على انه نخلص من الخطايا اللي احنا مش عارفين نخلص منها ونرجع لربنا. خلينا نستنى بشرى الزيتون تحمل لنا اياها هالملكة، ملكة السلام، تحمل بشرى الزيتون اللي هو عبوب السلام. الحمامة الحسنة هي إلنا، هي اللي حملت يسوع، وهي اللي حملت البشرى للعالم، وهي راح تحمل إلنا خلال الشهر هذا إن شاء الله كل الخيرات وكل الحب وكل النعم والبركات، بس إحنا نطلب.